خذي نفس الضغط الواطي صعب والوقت الضغط العالي صعب مش اما الواطي اهون. اخواننا مساء الخير للعم ابو خالد والاخوان جميع طبعا الاخت ساره والاولاد. نحن طبعا للزمن علينا طبعا العلاقه مع البيت مع حياه المرحوم اخونا سلمان اللي مش بس العيله الكريمه فقدته، نحن نعتبر انه الداله وعسفيا اجمالا فقدنا شاب طلائعي، شاب اللي ترك اثار طيبه جدا على جميع انحاء المجتمع. انا شخصيا حصلت عليه من ناحيتين، كمربي صفه مدة سنوات ومعلمه، وكإنسان عمل معه مدة 16 سنة في المجلس المحلي، ولمست منه كل الصفات الحميدة والطالب الخلوق المهذب والإنسان المعطاء. ومش بالصدفة طبعا البكاء اللي صار على فقدان المرحوم سلمان، نظرا لأخلاقه لمساعيه الحميدة وطبعا علاقته مع كل البشر ومساعدته إلهم، علما بانه القسم اللي كان مسؤول عنه هو القسم اللي اكثر قسم ممكن كان يؤذي المواطن انه ياخذ منه، ولكن بالرغم من كل ذلك المواطن طلع عنده مبسوط وفرحان. فهي طبعا خصله قل ما نجدها عند اشخاص معينين في خدمتهم الجماهيريه، في خدمتهم للسلطه المحليه لجمهور البلد. السهره اليوم طبعا نحن وجدنا لازم على نفسنا مع انه تاخرنا في الموضوع، اما انا بحلف يمين قسما انه كل مره امسك الكتاب موجود وراي شاف البناء اليوم في المكتب ما قدرت كمل فيه، اما هاي جمعتين هذول كنت بدي كمله بس لشان ارضى ضميري ولبي طلب العائله المحترمه والاخت ساره والاولاد. وفي المناسبه طبعا نحن بنقدم الكتاب ظل ذكرى لاخونا سلمان للتاريخ، وعبره للتاريخ طبعا واحد يشوف شو الاخوان والزملاء والمعارف كتبوا عنه على سيرته الحميده طبعا. ونحن بنتامل للاخت ساره والاولاد العمر السعيد طبعا والحياه المديده، والاخوان امير وريان لا شك انهم لسه في مقتبل العمر في المدرسه الثانويه. نحن طبعا في مكانه الوالد مكانه العم، نحن اخوان ونحن مجبورين واحد في الثاني، يعني الاراده الربانيه فوق كل شيء. نعم. وكل منا فقد عزيز عليه. ففي هذه المناسبه طبعا نجدد كلام نقول رحمه الله على المرحوم اخونا سلمان، وان شاء الله ما بنشوف عليكم ضيم بالمره ورحمه الله عليه. تعيش ابو لما نبضش بارك الله فيك. هون في كمان عده كراسات هون عندي انا مجموعه هناك، قلت اذا بدكم شيء منهم هذا الالبوم. ريان الالبوم طبعا اللي فيه كل اللي كتب عن الاخ سلمان، عملنا له مسح من اول وجديد، عملنا كل الاشياء وكل الاخوان اللي ما كتبوش وفوا الاشياء النهائيه، وطبعا وللاسف صورته الخالده اللي عندي في المكتب معلقه وفي كل مكان، لا يمكن ننسى الصوره هاي مع البسمه مع رفعه الايد مع اشارات الخمسه. ربنا يحمي اولاده والخمسه يحمي اولاده ومرته وبيته. فنحن نقدم لك يا اخي العزيز. حطته في خليه بكي شو جدا خليه هسه بعدين خليه هذا بده يفصل خليه مفتوح هسه حاليا. مساء الخير للجميع، كمان اضافه ل حديث اللي تحدث فيه اخونا بالعبير بالنسبه لهذا الموقف اليوم. الواقع شعور غريب ببنتابنا في هالساعه هاي، بيرجعنا حوالي 4 سنين وبعد شوي 5 سنين على وفاه سلمان والصديق الوفي، ونحن يعني وانا موجود في هاي في افضال بيته برجع لورا السنين وبتذكر الايام والسهرات اللي كنا نقعد فيها سوا معه نتحدث ونمزح ونحكي ونضحك ونتحدث عن امور الشغل وغير الشغل. ما في شك انه الصديق سلمان المرحوم له من الميزات ما ظهر بشكل جلي
في موقع أو في موقف فقدانه. ذكرت أنا في حينه في حديثي إنه يعني الكرمل كله بأهله من عسفيا ودلة الكرمل هب مرة واحدة لما انسمع نبأ سارقي حبيبي. أهلا أمير. مرحبا بك. أهلا. نبأ وفاته موقف تشييع الجنازة وما تلا هذا بدل على أنه له أفضال وأعمال وحسنات ويدي بيضاء والناس ردت بشكل تلقائي الجميل وما زال اليوم ما حدا بيذكر اسمه إلا بالخير في أعماله مع الأعمال الموجودة الظاهرة وأعماله وحسناته اللي وجدت وظهرت بعد ما فقدناه. طبعا شيء واضح أنه نحن أصحاب عقيدة ننتمي للدوحة المعروفية أهل التوحيد وشيء أساسي أنه مفروض علينا أنه نتقبل بالرضا الأحداث السيئة كما نتقبل الأحداث السارة في نفس القيمة. هذا ما قاله عليه السلام سيدنا أفلاطون الحكيم أنه النفس الشريفة تتقبل الأحداث الجسام الصعبة كما تتقبل الأحداث السارة في نفس الهدوء بناء على العقيدة الراسخة أنه في هناك للكون مدبر ونحن ما نحن إلا نفوس تنتقل من قميص إلى قميص. طبعا مش عجيب أنه نسمع أحداث أنه هذه الروح اللي انتقلت موجودة في مكان آخر هذا بيزيد العقيدة ترسخ. طبعا حاولنا قدر الإمكان ونحن بعتقد مقصرين في علاقتنا وفي دعمنا لأم أمير ولأمير والريان حاولنا في صعوبة العيش والمشاكل اللي موجودين فيها إن نكون على اتصال. وبشرفني أقول إنه يعني أمير اليوم كل إنسان بيرضى يعتز فيه، شاب بارز، شاب طلائعي،